عادت كوريا الشمالية لإجراء تجاربها الصاروخية والتي عادة ما تحط رحالها في الحدود البحرية لجيرانها. هذه المرة أطلقت بيونغ يانغ 4 صواريخ حلقت لمسافة 1000 كيلومتر تقريباً قبل أن يسقط 3 منها على بعد 300 كيلومتر في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان. أطلقت كوريا الشمالية 4 صواريخ تقريباً في نفس التوقيت حلقت لمسافة نحو 1000 كيلومتر قبل أن تهبط 3 منها في المنطقة الاقتصادية اليابانية، والحادث يعكس بوضوح ارتقاء كوريا الشمالية إلى مستوى جديد من التهديد وخرقاً جلياً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو ما لن نسمح به. كوريا الجنوبية من جانبها توعدت جارتها الشمالية بعقوبات دولية عاصفة إطلاق الصواريخ بتهديد يعرض سلام وأمن شبه الجزيرة الكورية والعالم للخطر. حكومتنا ستبذل قصارى جهودها لدفع جميع الدول إلى تطبيق قرارات معاقبة كوريا الشمالية. حكومتنا ستجعل كوريا الشمالية تدفع ثمن إطلاق الصواريخ غاليا، وذلك من خلال عقوبات فاعلة يفرضها حلفاؤنا بما فيهم الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي. واشنطن أيضا دانت بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ 4، مؤكدة استعدادها لاستخدام كل القدرات المتوفرة لديها ضد ما وصفته بالتهديد المتعاظم. موقف الولايات المتحدة أتى على شكل بيان صادر عن وزارة خارجيتها التي شددت على أن ما تقوم به كوريا الشمالية لن يؤدي إلا إلى تعزيز التصميم الصلب للولايات المتحدة وحلفائها على التصدي لما اعتبرته سلوكا غير قانوني لبيونغ يانغ. من ناحيته أكد الجيش الأمريكي أنه متيقظ لاستفزازات بيونغ يانغ وأنه ملتزم بالعمل مع حليفتيه كوريا الجنوبية واليابان لضبط الأمن. التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية أتت في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قبل أيام مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة، وهي مناورات تثير غضب بيونغ يانغ على الدوام، بينما تؤكد سيول وواشنطن على أنها لأغراض دفاعية بحتة.